703 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2021. أما بخصوص صادرات تركيا للسعودية فبلغت 189 مليون. وللمزيد تنضم إلينا من أنقرة مراسلة الشرق آلاء جول. آلاء أهلا بك ويعطيك العافية. آلاء، لنتحدث يعني عن ما تم بحثه خلال الاجتماع بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي، يعني وما يعني تخلل هذا اللقاء. نعم رشا، بداية استقبال مهيب لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته اليوم، شهده هذا المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. إضافة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان الوزراء الأتراك في مقدمة مستقبلي سموه هو الوفد المرافق له، ومن بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية الأتراك ومتحدث الرئاسة التركية ووزراء ومسؤولين آخرين. قبل قليل انتهى اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس أردوغان ب الأمير بن سلمان واستمر لحوالي الساعتين، والآن هناك لقاء جاري على مستوى الوفود من الجانبين. أيضا عقد اجتماع بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم السعوديين ومسؤولين من أجل بحث فرص تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات وأيضا إعادة الزخم إلى العلاقات التجارية، هذه العلاقات أو المسار الذي شهد تراجعا خلال السنوات الماضية التي شابتها بعض التوترات، حيث تراجع رجعت الصادرات التركية للمملكة بنسبة 92%، فيما زادت الواردات من المملكة لتركيا بنسبة 79%، وذلك حسب تصريحات أدلى بها اليوم رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي السيد فاتح غورسوي. غورسوي أيضا قال أن الشركات التركية تتطلع لأن تحتل مرتبة هامة ومكانة هامة في مشاريع التابعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. أيضا بدوره وكيل وزير الاستثمار السعودي بدر البدر، توقع أن يزيد حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال السنوات القادمة 3 مرات. نعم رشا. نعم لا سريعا، يعني كيف تلقى أو تناول الأوساط التركية هذه الزيارة وقرأت هذه الزيارة؟ رشا، يعني بكلمة يمكن أن أختصر الوضع، هي التفاؤل. هناك تفاؤل سواء كان بالأوساط الشعبية، أيضا الأوساط السياسية، الأوساط يعني أوساط عالم الأعمال لنقول، يعني المجال الاقتصادي. مثلا القطاع السياحي ينتظر الآن توافد السياح السعوديين، وخاصة بعد رفع حظر السفر للمواطنين السعوديين إلى تركيا وبلدان أخرى. أيضا هناك يعني حديث عن ربما يعني بحث تعاون في مجال الصناعة الدفاعية، أيضا في مجال الطاقة، وصولا إلى المجالات الطبية وغيرها. أيضا هذا التفاؤل انعكس على وسائل الإعلام والصحف التركية التي احتفت بهذه الزيارة وأفردت مساحة واسعة في أبرز عناوينها. الآن نحن نترقب البيان الختامي الذي سيطلعنا على أهم ما تم الاتفاق يعني عليه وأبرز مخرجات هذا اللقاء التركي السعودي. طبعا آلاء مراسلة الشرق كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. بعد تعطل الحياة السياسية بسبب ما وصفه بتصدع العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح حل مجلس الأمة حلا دستوريا واللجوء إلى انتخابات جديدة، وقال إن مرسوم الحل سيصدر خلال أشهر.